السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. عدنا لكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات كيمياء جابيريوم، بنشرح فيها وبنحل فيها أسئلة كتاب أفوجادرو نسخة 2024 لهذا العام. إن شاء الله النهاردة نحل الحلقة رقم 3 في أسئلة الباب الثاني، الكشف عن الأنيونات والكاتيونات. الحلقة رقم 3 في أسئلة الدرس الأول هتبقى من صفحة 117 حتى صفحة 120. السؤال رقم 1 في حلقة اليوم بيقول لي: لديك محاليل المركبات التالية. خلي بالك، محلول بيكربونات البوتاسيوم، وانت عارف ان ده محلول عشان البوتاسيوم والبيكربونات الاتنين مركباتهم بتدوب في المية. ده محلول كربونات الصوديوم عشان كل مركبات الصوديوم بتدوب في الماء. محلول كلوريد الكالسيوم لان ده محلول عشان الكلور مع الكالسيوم بيكون مركب يدوب في الميه، ونترات الفضه بيبقى محلول. فان عدد الرواسب المتوقع ظهورها عند خلطهم، لما نيجي نخلط دولا ايه بقى عدد الرواسب المتوقع ظهوره لما نخلط المركبات ديت؟ حضرتك لو ركزت معايا، البوتاسيوم والبيكربونات لو خلطتهم مع اي حاجه من ديت مش هيتكون رواسب نهائي. يبقى ناتج خلط البوتاسيوم او البيكربونات مع اي مركب مش هيكون رواسب، يبقى كده مش متكون رواسب. طيب تعالى بقى نشوف التاني، الصوديوم مش هيكون رواسب مع حاجه. طيب الكربونات ممكن تكون رواسب مع الكالسيوم، تمام. الكربونات ممكن تكون رواسب مع الفضه، تمام. طيب هنا لو جينا نبص على الكلور، الكلور مع الفضة أيوة بيكون راسب. طيب الكلور مع البوتاسيوم أو الصوديوم مش مكون راسب. الكالسيوم خلاص كونا الراسب بتاعه، النترات مش هيكون راسب مع حاجة. إذا أنا عندي تلات رواسب متوقعة، التلات رواسب اللي هيتكونوا هيبقى الـ AgCl كلوريد الفضة، والـ CaCO3 كربونات الكالسيوم، والـ Ag2CO3. طب ليه قلنا دول رواسب؟ لان انت عارف ان كل مركبات الكلوريد بتدوب في الميه باستثناء كلوريد الفضه وكلوريد الزئبق الاحادي وكلوريد الرصاص الثنائي، اذا ده رواسب. عارف ان كل الكربونات ما بتدوبش في الميه باستثناء كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، وبالتالي كربونات الكالسيوم هتبقى راسبه. عارف ان كل الكربونات بتدوب ما بتدوبش في الميه باستثناء كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، اذا كربونات الفضه وكربونات الكالسيوم هيبقوا رواسب. يبقى احنا عندنا عدد الرواسب المتوقع هيكون 3. السؤال رقم 57 بيقول هنا: يمكن التمييز بين محلول نترات الفضة ومحلول كربونات الأمونيوم باستخدام. طبعا هنا يا جماعة الخير لو أنا ضفت الـ NaBr لنترات الفضة هيكون لي راسب اللي هو الـ AgBr، وده بيكون راسب أبيض مسفر. طب لو ضفت الـ NaBr إلى كربونات الأمونيوم، كربونات الأمونيوم هيكون عندي مش هيكون رواسب، لان هيبقى فيه كربونات صوديوم وهيبقى موجود عندي بروميد الامونيوم، والاثنين مواد دايبه، اذا ينفع نستخدم الف. طيب لو احنا جينا بقى لباء، هنا نترات الفضه لو ضفتها الى كلوريد الكالسيوم هيكون لي راسب ابيض من الاي جي سي ال، وكربونات الامونيوم لو ضفتها الكلوريد الكالسيوم هيكون لي راسب ابيض من السي اي سي او 3، اذا هنا اتكون راسبين فمش نافع. نترات البوتاسيوم ما بتكونش رواسب، يبقى اذا المركبين هيدوبوا في الميه، ونترات الامونيوم هيكونوا مركبات بتدوب في الميه. اذا احنا عاوزين ال ان اي بي ار هيكون راسب مع واحد ومش هيكون راسب مع التاني. السؤال رقم 58 بيقول لي هنا: محلول ملح اكس، معرفش اسمه ايه، عند إضافة محلول كلوريد الصوديوم إليه يتكون راسب أبيض. يبقى خلي بالك إكس ده مع كلوريد الصوديوم اللي هو الـ NaCl كون راسب لونه إيه؟ راسب أبيض، تمام. وعند تسخين المحلول إكس، الإكس ده لما دوبناه يتكون راسب مع تصاعد غاز، فإن صيغة الإكس. تعال حضرتك نشوف كده، نجرب الـ Ag2SO3. لو انا ضفته هذا الـ Ag2SO3 هيكون راسب ابيض فعلا، بس بسود بالتسخين. خلاص كده
المركب ده لو انا سخنته مش هينحل ويعطي راسب وغاز، ما عنديش معادله انحلاله، يبقى الاولاني مش نافع. طيب ال CaHCO3 لو انا فعلته مع ال NaCl هيبقى ده CaHCO3، لو فعلته مع ال NaCl هيكون، طبعا هيبقى فينا اتنين، هيكون NaHCO3 وديت مادة ذائبة مفيش رواسب أو ولا حاجة، وهيكون ال NCACL2 ده محلول كده مفيش رواسب، يبقى دي مش نافع. تعال بقى على ال AGHCO3، أدى عندي ال NaCl المادة الأساسية في السؤال اللي أنا شغال عليها، كلوريد الصوديوم محلول أول، هضيف له ال AgHCO3، كمل التفاعل بتاعك هتلاقي طالع عندك NaCl ده محلول و Ag ال A هيتكون عندك ال AgCl ده راسب، ده الراسب اللي بيتكلم عنه، وهيتكون عندي كمان ال Na HCO3. تعال بقى سخن ده، لو انا سخنت المادة دي بيكربونات الايه؟ الفضة، هيكون لي كربونات فضة Ag2CO3 وده راسب، زائد CO2 ده الغاز اللي هو بيتكلم عنه، الغاز هو، زائد H2O. اذا المادة ج هي الاختيار الصحيح. السؤال رقم 59 بيقول لي ملح اكس عند اضافة محلول حمض الهيدروكلوريك حدث فوران مع تصاعد غاز. خلي بالك هنا حدث فوران مع تصاعد غاز، يجي في دماغي على طول غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى الملح بتاعنا يا اما ملح كربونات او بيكربونات. هتلاقي كل الاختيار فيه كربونات او بيكربونات، يبقى لازم تكمل الجمله. قال له عندما تم إضافة محلول كبريتات المغنيسيوم إلى محلول الملح إكس، إذن الملح إكس يذوب وليس راس، هو كون محلول، يبقى أنت هتستبعد أ وباء عشان الاتنين ده هما إيه؟ رواس. طيب كمل بقى، قال لي وهيكون راسب أبيض على البارد، يبقى هنا طالما على البارد يبقى ملح إيه؟ كربونات وليس بيكربونات، يبقى كربونات الإيه؟ البوتاسيوم. السؤال رقم 60 بيقول عند إضافة محلول نترات الفضة اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو AgNO3 إلى جميع المحاليل الآتية يتكون راسب معادن. طيب الفضة مع الفوسفات بتكون راسب Ag3BO4، راسب أصفر. طيب الفضة مع اليود بتكون AgI، راسب أصفر. الفضة مع الكلور بتكون AgCl. الفضة مع النترات مش بتكون راسب، ده هتكون نترات الفضة مش راسب، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار د. السؤال رقم 70 رقم 61 معلش، واحد عاوز يخلص بسرعة يا شباب، عفوا. السؤال رقم 61 بيقول لي اكس وواي وزد ثلاث أملاح منفصل تعطي النتائج التالية. أول حاجة بقى حضرتك ركز معايا كده، في إكس يكون راسب أسود عند إضافة نترات الفضة إليه، يبقى راسب أسود مع الفضة، إحنا عندنا الراسب الفضة مع راسب السودا مع الفضة Ag2S، يبقى أنت عاوز الملح إكس ده هو يكون فيه إيه؟ إس كبريتيد، كبريتيد. طيب وواي بيكون راسب أبيض عند إضافة نترات الفضة، يبقى الملح ده في كلوريد، حيث هذا الراسب يصير بنفسجيا عند تركه في الضوء. ومحلول الزد بيكون راسب ابيض يصير اسود، طالما ابيض وبيصير اسود يبقى ده كان في مجموعه الكبريتيت اللي هي S2O3. لو اضيف اليه نترات الفضه يبقى الاملاح بتاعتنا، قلنا الملح اكس عاوزين اكس في كبريتيت، اكس في كبريتيد موجوده فين؟ في الاختيار ب بس، يبقى حضرتك كده الاختيار ب هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم 62 بيقول لي هنا عند
إضافة برادة الحديد إلى الحمض إكس. ضفت حديد لحمض إكس، تكون المحلول واي، يبقى في هنا كده محلول واي. وعند إضافة كمية من المحلول واي اللي اتكون عندي إلى محلول زد، ثم إضافة قطرات من الحمض إكس المركز، يبقى حمض كبريتيك مركز، يتكون حلقة بنية. يبقى أنت هنا عاوز تتكلم على تجربة الحلقة البنية. تجربة الحلقة البنية كان بتكشف عن ملح نترات، وليكن مثلا نترات الصوديوم أو نترات البوتاسيوم. كنا جايبين إيه في تجربة نترات الصوديوم أو نترات البوتاسيوم؟ كنا جايبين FeSO4 حديثة التحضير، وحمض كبريتيك مركز ساخن. يبقى هنا كده عند إضافة برادة الحديد إلى الحمض إكس، إذن الحمض إكس بتاعنا ده هيبقى H2SO4 عشان يكون عندي FeSO4، فيتكون المحلول واي. يبقى أنت قلت الحمض إكس هو حمض كبريتيك، والمحلول واي هيبقى الـ FeSO4 كبريتات حديد ثنائي حديثة التحضير. بعد كده هتضيفها إلى محلول زد. محلول زد ده هيبقى فيه نترات. زد ده هيبقى فيه إيه؟ نترات. لو بصيت على زد هتلاقي كله نترات أهو. طيب إذن دلوقتي إكس قلنا هيبقى حمض كبريتيك، فأنت هتستبعد ألف وهتستبعد دال. طيب هيبقى عندك المحلول واي كبريتات حديد إيه؟ ثنائية حديثة التحضير، عشان لو إحنا سيبناها فترة هتتأكسد وبالتالي التجربة مش هتنفع معاها. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار ج. السؤال رقم 63 بيقول لي سخن خليط مع حمض هيدروكلوريك، سخن خليط مع حمض هيدروكلوريك مخفف، فتحولت ورقة مبللة من أستات الرصاص للون الأسود. مين اللي بيسود أستات الرصاص؟ أكيد أكيد حاجة فيها كبريتيد عشان هيكون بي بي إس. فأنت هنا كان عندك الخليط ده هو فيه كبريتيد. طيب عند تعرضها للغاز المتصاعد، معنى ذلك أن الخليط يحتوي على كبريتيد، اللي هو الاختيار د. سؤال رقم 64 بيقول لي هنا إيه؟ عند إضافة حمض كبريتيك H2SO4 إلى ملحين تصاعد مع أحدهم غاز إكس الذي يصفر ورقة مبللة بالنشا، يبقى الغاز ده هو اللي هو أبخرة البروم البرتقالية اللي بتصفر النشا. إذا الملح إكس ده كان ملح فيه إيه؟ بروم، وليكن مثلا NaBr أو KBr، ومع الآخر تصاعد غاز واي بيزرق ورقة النشا، إذا ده هو أنا هيكون I2، إذا الغاز اللي بيزرق ده هيبقى مين؟ اليود، إذا الملح بتاعنا كان فيه أيونات الإيه؟ اليود، وبالتالي الملح ممكن يبقى KI أو NaI. فهنا بيقول لي الورقة أهو. بيقول لي الغازين بتوعنا هيبقى مين؟ الغازين بتوعنا هيبقوا Br2 وI2. الغازين هيكونوا Br2 وI2 اللي هو الاختيار بتاعنا مين؟ د. سؤال رقم 65 بيقول لي يمكن التمييز بين K2S والKNO3 باستخدام ايه فقط؟ وخلي بالك هنا عامل ايه؟ صلب وصلب. يعني انت عاوز ايه يا مستر؟ عاوز تجربة أساسية يا حبيب. طالما تجربة أساسية يبقى على طول تشتغل على الكاشف الأساسي اللي هو الـ HCl فقط. أما الـ AgNO3 دي تجربة إيه؟ تأكيدية، والتجربة التأكيدية بتشتغل مع المحاليل، يبقى دي مش نافعة. يبقى الاختيار بتاعك هيكون أ زي ما قلنا. سؤال رقم 66 يمكن التمييز بين الـ NaBr أقوس والـ NaI أقوس، ده محاليل. يعني انت عاوز تجربة تأكيدية، تجربة تأكيدية يبقى هتبعد عن الـ H2SO4 وتشتغل على الـ AgNO3. يبقى هنا كده الاختيار بتاعك هيكون الاختيار ب. السؤال رقم 67 بيقول لي هنا ايه؟ أي مما يلي يستخدم للتمييز بين الملح الصلب، هدق انا على كلمة ملح صلب. طالما ملح صلب اكتب كده تجربة ايه؟ أساسية. لكبريتيد الصوديوم وكبريتات الصوديوم، التجربة الأساسية بتاعتنا والكاشف الأساسي، ممكن نستخدم
ال HCl أقوس هيعمل طلع لنا غاز ال H2S مع الملح الأول ولا يتفاعل مع الثاني، فيبقى ال HCl أقوس اللي هو الاختيار إيه؟ ج. طبعا مش هينفع نستخدم ال H2SO4 لأن ال H2SO4 مش موجود في الاختيار أصلا، ولو كان موجود كنا استخدمناه. ليه؟ لأن ال H2SO4 هيتفاعل مع الكبريتيد ويعطي نفس الناتج اللي هو ال H2S، ومش هيتفاعل مع الكبريتات عشان نفس الشق. يبقى كان ينفع، يبقى ال HCl أقوس أو ال H2SO4 ليكويد اللي هو المركز. سؤال رقم 68 بيقول لي جميع ما يلي يذوب في حمض HCl ما عدا، مين اللي ما بيدوبش في حمض HCl المخفف؟ كبريتات الباريوم، دي صريحة في الكتاب كده، كبريتات الباريوم لا تذوب في حمض HCl المخفف. أما الكربونات بتدوب، بيكربونات بتدوب، بفوسفات الباريوم بيدوب، وبيكربونات البوتاسيوم بيدوب. السؤال رقم 69 بيقول لي هنا إيه؟ يتكون لون أصفر في جميع الحالات التالية مع إضافة الـ HCl المخفف إلى ثيو كبريتات الصوديوم، بيطلع الـ S الكبريت الأصفر، إمرار أبخرة البروم البرتقالية في محلول النشا بتكون أبخرة البروم البرتقالية اللي بتصفر ورقة النشا في لون أصفر، إضافة HCl المخفف إلى كبريتيت الصوديوم بيطلع الغاز الـ SO2 مفيش لون أصفر، يبقى ده الاختيار اللي إحنا بندور عليه. طيب إضافة محلول نترات الفضة إلى فوسفات الصوديوم هيتكون عندي الـ AG3PO4، وده هو بيبقى مفيش هنا أقواس، وده بيكون لونه إيه؟ أصفر، يبقى تكون لون أصفر في جميع الحالات ما عدا جيم. سؤال رقم 70 بيقول لي هنا إيه؟ خليط صلب من مركبات الحديد الثنائي A و B تم فصل كل مكون على حد ثم التعرف على كل مكون، فوجد أن A عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إليه تصاعدت أبخرة بنفسجية اللون تعطي لون أزرق مع محلول النشا، أبخرة بنفسجية وتعطي لون أزرق مع النشا، يبقى يقصد كده أبخرة الايه؟ البروم البنفسجية اللي هي أبخرة اليود البنفسجية اللي هي الـ I2. إذا ده كان فيه حديد ومعاه يود، يبقى FeI2 ده ايه؟ كمل. بينما المادة B عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إليها تصاعدت أبخرة بنية حمراء، يبقى انت عندك حديد ثنائي وابخره بنيه حمراء، يبقى انت كده كان عندك ملح ايه؟ نترات، فيبقى ملح نترات الحديد الثنائي ده الاختيار ب. فيبقى عندي هنا كده هو قال للمركبين ليه؟ الحديد، فانت هتستبعد الف عشان الصوديوم اللي جايبه ده، فبالتالي هيكون عندك الاي يديد الحديد الثنائي والبي من الثلاثي، هو ايه الحديد ثنائي فوق اهو، يبقى بقى برضه هتستبعد عشان ثلاثي، هتشتغل على الاختيار د. السؤال رقم 71 بيقول لي هنا ايه في السؤال 71؟ ملح اكس اذيب في الماء واضيف اليه محلول كبريتات مغنيسيوم، ملح اكس اذيب في الماء، فانت كده كونت محلول واضيف اليه كبريتات مغنيسيوم، كبريتات مغنيسيوم دي بتكشف عن يا اما كربونات يا اما بيكربونات على حسب، فقول لي تكون راس ابيض على البارد، يبقى على طول شيل البيكربونات واشتغل على الكربونات، فهنشيل البيكربونات ونشيل البيكربونات ونشتغل على الكربونات فيتكون كربونات. بيقول لي فيحتمل ان يكون الملح، الملح بتاعنا هيبقى كربونات حديد ثنائي. طب ليه كربونات حديد ثنائي؟ لان كربونات الامونيوم ملح كربونات حديد ثنائي، طبعا مش نافع كربونات حديد ثنائي يا مستر، شيل كربونات حديد ثنائي. ليه؟ لان ده راسب. طب راسب ليه يا مستر؟ لان جميع املاح الكربونات لا تذوب في الماء،
ما عدا كربونات الصوديوم ال Na والبوتاسيوم ال K والأمونيوم NH4 موجب، فأنا هختار له جيم. يبقى الاختيار بقى غلط والاختيار جيم هو الصحيح. طب ليه؟ لأنه قال لي أذيب في الماء وكون محلول، أذيب يعني داب، يبقى كده كربونات أمونيوم مش كربونات حديد ثنائي. السؤال رقم 72 بيقول لي يمكن فصل خليط من ملحي فوسفات الباريوم وكبريتات الباريوم، عاوزين حاجة تدوب فوسفات الباريوم ما تدوبش كبريتات الباريوم، يبقى حمض HCl المخفف ده يذوب وده لا يذوب، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون ب. سؤال رقم 73 بيقول لي يمكن فصل خليط من ملحي فوسفات الفضة ويوديد الفضة، عاوزين حاجة تدوب واحد فيهم، فاللي هيدوب الفوسفات بيدوب فين؟ في محلول النشادر. المية ما بتنفعش يا شباب لأن ده رواسب، فمحلول النشادر اللي هو هيدروكسيد الأمونيوم، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار ج، فوسفات الفضة تدوب ويوديد الفضة لا يذوب في محلول النشادر. السؤال رقم 74 يمكن التمييز العملي بين محلولي بيكربونات البوتاسيوم وبيكربونات الكالسيوم، أعتقد السؤال متكرر. بيقول لي هنا الذوبان في الماء، هقول كلاهما يذوب في الماء، يبقى الأولى مش نافعة. محلول كبريتات المغنيسيوم هيعطي مع الاتنين راس أبيض بعد التسخين، يبقى مش نافع. محلول ال HCl المخفف، محلول ال HCl المخفف يستخدم للتمييز بين الأملاح الصلبة، مش المحاليل، تجربة أساسية، يبقى نقول له التسخين. طب التسخين ليه؟ لأن في حالة البوتاسيوم هيعطي لنا K2CO3 زائد H2O زائد CO2 وديت ذائبة غير راسبة. أما في حالة المغنيسيوم هيعطي لنا MgCO3 راسب أبيض بعد التسخين زائد ال H2O زائد ال CO2، يبقى عندي مادة دايبة ومادة راسبة، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار د. السؤال رقم 75 يمكن الكشف عن I2 أقوس، ده بيبقى لونه ايه؟ بني يزول مع أملاح أثيوكب ريتات، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار د. السؤال رقم 76 يمكن الكشف عن أبخرة اليود البنفسجية تزرق ورقة النشا مش النشادر، يبقى باستخدام محلول النشا اللي هو الاختيار ج. سؤال رقم 77 أسئلة امتحانات تجريبية وامتحانات نهائية جت قبل كده، لديك أزواج أملاح التالي كبريتيت صوديوم وثيوكبريتات بوتاسيوم ونترات بوتاسيوم وكبريتات كبريتات صوديوم فوسفات باريوم وكبريتات باريوم كلوريد مغنيسيوم ويوديد مغنيسيوم، أي من الأزواج السابقة يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف في التمييز بينها؟ يلا لو جينا نبص على الأولانية ال HCl ينفع؟ ينفع يميز بين ألف بين الكبريتات الصوديوم وثيو كبريتات، أيوه بيعطي هنا مع الكبريتات SO2 ومع الثيو كبريتات SO2 زائد S، يبقى ينفع واحد، يبقى اي حاجه ما فيش فيها واحد نستبعدها، يبقى نستبعد بقى وايه وجيم. طيب وبقول لي واحد واثنين او واحد واثنين وثلاثه، يبقى كده اتنين معانا، نترات البوتاسيوم وكبريتيت البوتاسيوم. في حاله النترات بيعطي غاز انه او عندي من اللون بتحول، ما بتفاعلش النترات، معلش النترات مش هيتفاعل. اما في حاله الكبريتيت هيعطي لنا غاز ال SO2، يبقى اتنين معانا. فوسفات باريوم وكبريتات باريوم، ايوه فوسفات الباريوم راسب يذوب وكبريتات الباريوم راسب لا يذوب في ال HCl، يبقى 1 و2 و3 اللي هو الاختيار د. السؤال رقم 78 بيقول لي ايه في السؤال 78؟ لديك ازواج الاملاح والغازات التاليه، عندك ازواج املاح وغازات تاليه، برضه هيسال أي من الأزواج السابقة
يستخدم حمض الكبريتيك المركز للتمييز بينها. كلوريد الصوديوم وبروميد الصوديوم ينفع، يبقى واحد معانا. اي حاجه مفيش فيها واحد استبعدها، لان كلوريد الصوديوم بيعطلنا غاز ال HCl اللي بيحول او بيكون سحب بيضاء مع محلول النشاد، وبروميد البوتاسيوم بيعطلنا ادخره البروم البرتقاليه اللي بتصفر ورقه النشا، يبقى واحد معانا كده. نترات بوتاسيوم وكربونات الصوديوم. نترات البوتاسيوم بتكون لي مع ال H2SO4 غاز ال NO2 بني محمر، والكربونات هتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز بروميد الهيدروجين بيتاكسد وبيعطي ابخره البروم البرتقاليه اللي بتصفر ورقه النشا، وغاز يوديد الهيدروجين بيتاكسد وبيعطلنا ابخره اليود البنفسجيه اللي بتزرق ورقه النشا. كلوريد بوتاسيوم بيعطلنا غاز ال HCl، ويوديد البوتاسيوم بيعطلنا غاز ال HI. إذا هيبقى 1 و2 و3 و4، يبقى الاختيار بتاعنا د. السؤال رقم 79 بيقول لي عند إضافة محلول من بيكربونات الفضة AgHCO3 إلى محلول ملح A تكون راسب أصفر، يبقى الملح إيه ده؟ هو هيبقى يا إما في يود يا إما في فوسفات. كمل عشان نعرف. راسب أصفر يذوب في محلول النشادر، يبقى الملح بتاعنا فوسفات، يبقى الـ A في فوسفات. الـ A في فوسفات أهو، الـ A بقول له كلوريد، أقول له لأ، الـ A فوسفات فضة ممكن، الـ A فوسفات بوتاسيوم ممكن، يبقى أنت هتستبعد أ وتستبعد د. تمام، كمل بقى. وعند إضافته إلى محلول الملح B اللي هو الـ AgHCO3 بكربونات الفضة، عند إضافته إلى محلول الملح B تكون راسب أصفر برضه، بس قال الأصفر لا يذوب. طالما أصفر لا يذوب يبقى اليوديد، يوديد يوديد يوديد. فأنت عندك اليوديد دلوقتي موجود فين؟ يوديد الفضة ويوديد الإيه؟ الصوديوم. فطبعا هنا هنختار له يوديد الصوديوم، لان يوديد الصوديوم يمكن عمل محلول منه، يبقى البي ده هو المحلول، فينفع يوديد الصوديوم ما ينفعش يوديد الايه الفضه، يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار ج. سؤال رقم 80 وده اخر سؤال في حلقه اليوم، بيقول لي هنا محلول اكس ماله؟ قال لي عند اضافته الى محلول واي تكون راسب ابيض من الماده زد، يبقى اكس زائد واي، وده محلول وده محلول، يبقى دي تجربه تاكيديه، تكون راسب ابيض من الماده زد. راسب الابيض ده ممكن يبقى اي جي سي ال، ممكن يبقى اي جي 2 اس او 3 ممكن، والتي بتعرضها للضوء يتحول لونه الى نفس لون ابخره اليود، يبقى بنفسجي، يبقى على طول هيبقى الراسب بتاعنا اي جي سي ال. فاذا علمت ان الراسب زد يذوب في محلول هيدروكسيد الأمونيوم، بيذوب في هيدروكسيد الأمونيوم يعني محلول النشادر بسرعة، فإن المحلول إكس، المحلول إكس ده يا جماعة الخير هيبقى هنا كده NaCl، ولا طبعا هيبقى في كلور، لازم هيبقى في كلور عشان المحلول واي هيبقى AgNO3، فيبقى NaCl زائد AgNO3، يبقى الاختيار بتاعنا كده الاختيار أ. بكده يا شباب يبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم، انتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة بالتوفيق فيما هو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.